إكس أكبر من أو تساوي سالب 3 وأصغر من 5. الفترة هذه تكتب على الصورة ألف هذه، لأن الإكس أكبر من أو تساوي سالب 3 بمعنى أن سالب 3 هي أقل قيمة، والإكس أصغر من 5 يعني الإكس تكون أو الخمسة تكون أكبر قيمة، لأن هنا في علامة أو يساوي فتكون تكون يكون قوس بهذا الشكل ولا يكون بهذا الشكل. الفترة من سالب ما لا نهاية إلى 5 هذه تعني أن الإكس أكبر من الإكس أعتذر الإكس أصغر من أو تساوي 5 من سالب ما لا نهاية إلى 5، يعني 5 هو الحد والإكس أصغر منها إلى ما لا نهاية، فبالتالي تكون الإكس أصغر من أو تساوي سالب ما لا نهاية. إذا كانت جيل الإكس تساوي 2X تربيع زائد 3X ناقص 5 فإن جيل الاثنين في هذه الحالة نأخذ الاثنين ونعوضها مكان الإكس، فلما نحط 2 هنا راح تكون 4، 4 في 2 8، 8 زائد 6 يساوي 14، 14 ناقص 5 يساوي 9 فيكون جابا جيم. الفكرة أنك تأخذ 2 تحطها مكان الإكس وتحط تحلها بالحاسبة. مجال الدالة التالية هذه هو مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا أي قيمتين. طبعا الآن مجال الدالة مثل ما ذكرنا سابقا أنه هو كل قيم R، كل قيم يعني كل قيم R، R هي الأعداد الحقيقية هذه، فالمجال هو دائما كل الأعداد الحقيقية R ما عدا إيش؟ ما عدا قيم مستثناة. القيم المستثناة هي القيم اللي تجعل المقام صفر أو تجعل ما بداخل الجذر سالب. في هذه الحالة ما في جذر لكن في مقام، فبالتالي المقام هنا X تربيع زائد 7X زائد 12، هذا مقدار ثلاثي. المقدار الثلاثي يكون فيه ثلاث حدود بهالشكل، والحد الأول مربع والحد الثاني أسة واحد والحد الثالث ما فيه إكس. إذا كان بهالشكل شو نسوي؟ نقدر نحول الثلاث حدود هذه إلى قوسين بهالطريقة. طبعا البص مثل ما هو، خلي 5X ناقص 3، في القوسين اللي حطيت نحطهم، نحط أول شيء إكس هنا وإكس هنا. الآن باقي هنا إشارة رقم، هنا إشارة رقم. الآن نبغى رقمين ضربهم يعطي العدد الأخير وجمعهم يعطي العدد هذا. العدد الأخير 12، وش فيه أرقام وش فيه رقمين ضربهم 12؟ مثلا 12 ضرب 1، طيب 12 ضرب 1 مجموعهم 13 ما يعطي هذا. طيب رقمين مثلا 4 و 3، 4 و 3 ضربهم 12 ويعطون 7، فالرقمين موجب 4 موجب 3، لأن موجب 4 موجب 3 ضربهم مع بعض يساوي 12، وجمع موجب 4 مع يعني موجب 3 يساوي سالب يساوي موجب 7، فالأرقام موجب 4 وموجب 7. الآن تحولت الدالة من هذا الشكل إلى هذا الشكل، البصمة في البصمة والمقام حولناه إلى هذه الصورة. الآن نبحث عن القيم اللي تجعل المقام صفر. إذا كان القوس هذا بصفر راح يكون كل المقام صفر، وإذا القوس هذا بصفر راح يكون كل المقام صفر. القوس هذا x زائد 4، عشان يكون القوس هذا صفر لازم تكون ال x بسالب 4 عشان القوس هذا يكون صفر، لأن هذا x بسالب 4 راح تصير سالب 4 زائد 4 ضرب سالب 4 زائد 7، هنا راح تكون 3 مين مشكلة، لكن راح تكون 3 مضروبة في 0 فتكون المقام 0 فتصير القيمة مستثناة. وإذا كانت في القيمة الأولى سالب 4، يعني سالب 4 تجعل القوس الأول يساوي 0، القوس الثاني x زائد 7، x زائد 7 لو كانت الـ x بسالب 7 راح يكون القوس الثاني بصفر، ومن هنا راح تكون سالب 7 زائد 4 يعني سالب 3، سالب 3 مضروبة في 0 يعني يساوي صفر، فيصير المقام يساوي صفر، فبالتالي سالب 7 لو نعوضها هنا راح يعطي صفر، فبالتالي القيمة مستثناة سالب 4 وسالب 4 اعتبر هذه اصلا سالب 3 ما هي سالب 7 ما هي موجب 7 معلش، موجب 4 موجب 3، فالقوس الاول سالب 4 والقوس الثاني سالب 3 فيكون القيمتين سالب 4 وسالب 3. فنجي في الخيارات سالب 4 وسالب 3. مجال الدالة هذه نفس الفكرة اللي قلناها تو، مجال الدالة مثل ما ذكرنا قبل قليل ان مجال الدالة هو R مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا القيم اللي تجعل ما بداخل الجذر سالب. الآن ما بداخل الجذر T ناقص 3، عشان يكون ما بداخل الجذر سالب لازم T أقل من 3، طبعا لما يكون داخل الجذر بصفر يكون مقبولة، لكن لو الآن T مثلا بواحد أي رقم أقل من 3 مثلا 1، لما تكون بواحد راح تكون 1 ناقص 3 وهو ما يعطي سالب 2، سالب 2 غير مقبولة، لكن لو تي بثلاثة راح تكون ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي صفر وصفر مقبولة، أو أي قيمة فوق ثلاثة مثلا أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد واحد مقبول، مثلا نقول مثلا سبعة ناقص ثلاثة وهو يعطي أربعة وأربعة مقبولة، فبالتالي تي لازم تكون ثلاثة أو فوق، ففترة من ثلاثة وطالع، لكن الثلاثة نفسها معنى مقبولة، من الثلاثة لو حطيتها هنا راح تكون ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي صفر، وجذر صفر جذر صفر يساوي صفر يعني قيمة معرفة ومقبولة، فبالتالي الثلاثة نفسها لما تكون مكان تي راح تكون مقبولة ثلاثة ناقص ثلاثة، فالحل يكون هذا من ثلاثة إلى موجب ما لا نهاية.
إذا كانت طبعا هذه دالة متعددة التعريف، يعني الدالة إما تكون هذه أو هذه أو هذه، كيف نعرف هذه أو هذه وهذه؟ حسب الشرط. إذا كنا بنحول، إذا كانت الإكس أقل من ثلاثة نعوضها هنا في هذه الدالة، وإذا الإكس كانت أكبر من أو تساوي ثلاثة ولكن أصغر من أو تساوي ثمانية نعوضها هنا، مثلا أربعة أو ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة أو خمسة أو ستة غيرها نعوضها هنا. إذا الإكس أكبر من ثمانية مثلا 11 أو 12 أو أي قيمة نعوضها هنا. الإف الآن هنا إف الاثنين، الإكس باثنين، فبالتالي نعوضها في الدالة الأولى. لما نعوض الإكس في الاثنين في الدالة الأولى تكتب في الحاسبة سالب أربعة ضرب اثنين زائد ثلاثة، بس حط الاثنين مكان الإكس. طبعا هنا لما تكون الاثنين مكان الاكس راح تكون سالب 4 ضرب 2 سالب 8، سالب 8 زائد 3 يساوي سالب 5 اللي هي قيمة الف. باستعمال تمثيل بياني تكون قيمة سالب اتش جي لسالب 4 يتساوي، بالتمثيل البياني اذا ضعت قيمة تروح عند الاكس مثلا هنا، هنا موجب 4 هنا موجب 8 هنا سالب 4 هنا سالب 8 واعطيتها سالب 4، نروح عند سالب 4 اللي هنا. الان اما ان نصعد او ننزل تحت حسب موقع الداله. الان الداله فوق ما هي تحت، لما الداله تكون مرسومة تحت ننزل تحت، لكن لانها فوق نرجع فوق، نرجع فوق نوصل هنا، وصلنا هنا. طب الان هنا كم يكافئ على محور واي؟ بين الاربعه والثمانيه يعني سته، معناته انها سته. الطريقه الثانيه للحل انك تاخذ الاكس سالب اربعه، طبعا في هذه الحاله اعطانا الداله في الرسم فنقدر اعطانا الداله يقول انها قيمه مطلقه لاكس زائد اثنين، فناخذ سالب اربعه ونعوضها مكان الاكس. لما سالب اربعه تعوض مكان الاكس بتصير القيمة المطلقة سالب 4 زائد 2، القيمة المطلقة سالب 4 يعني 4، فتصير 4 زائد 2 اللي هي 6، أعطينا نفس الحل، يعني تاخذ الإكس وتعوضها في المكان في الإكس اللي في الدالة، لكن أحيانا ما يعطيك هذه، ما تكون مذكورة، فلذلك إذا كان ما كانت مذكورة تروح للشكل البياني، تروح عند سالب، تروح عند قيمة إكس سالب بالسالب والموجب، مثلا هنا سالب 4، تروح للدالة تشوف كم تكافئ على محور واي، هنا طلعت تكافئ 6 فتكون الجواب 6. من الشكل مجال الدالة اتش للإكس. المجال هو مثل ما ذكرنا سابقا انه هو قيم المحور اكس للدالة. فالمجال لو لاحظنا هنا اول شيء يبدا من هذه النقطة. هنا اول نقطة، النقطة اللي هنا مثلا ما في قيمة للدالة، لكن هنا اول قيمة للدالة. فمن هنا نمشي كل ما مشينا يمين يكون في قيم للدالة سواء فوق او تحت. اذا وصلنا هنا راح تنتهي القيم، بعدها ما عاد في قيم. فالمجال يبدا من هنا من سالب 4 الى 4. لكن سالب 4 بما ان الدائره مفتوحه، لو شفتوها بشكل دقيق تلقون الدائره مفتوحه، فاذا دائره مفتوحه ما تكون معنا القيمه، فالسالب 4 ما هي معنا، لكن 4 اللي هنا بتكون معنا، بتكون قوس هالشكل. الخيار هذا هو الاجابه الف، سالب 4 الى 4.